الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. Amen.
وبالرضا ونور حياتي بالخشوع وبالرضا أتمم على دين النبي مماتي عالم أسرى مسنا قرح وجار بلاء وتعاظمت في أرضنا البأساء وأصابنا ضر تمادى حسرة في القلب منها لوات وبكاء والمسلمون بكل أرض يشتكون والمسلمون بكل أرض يشتكون إلهنا اشتدت بنا البلواء والمسلمون بكل أرض يشتكون إلهنا اشتدت بنا البلواء فرج كروب المؤمنين يا رب فرج كروب المؤمنين برحمة إنا إليك إلهنا فقراء إلهي سألناك بالمصطفى أقل عشرنا يا مقيل العثار إلهي سألناك للمصطفى أقل عشرنا يا مقيل العثار ويوم القيامة لا تخزنا ولا تحرق الجسم من نبي نار أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير وإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير إلهي سألك بالمصطفى أقل عشرنا يا مقيل العثار ويوم القيامة لا تخزنا ولا تحرق الجسم من نبينا الله أسأل أن يفرج كربنا
فالكرب لا يمحوه إلا الله، إن جل خطب قم له سحرا وكن مستنجدا بجميل ربك يا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن جل خطب قم له سحرا وكن مستنجدا بجميل ربك يا هو، نادي الإله، نادي الإله بمقلة فياضة، ما خاب ويم الحق من ناداه. خالق الأكوان بين الكاف والنون يا رب. رباه إن السيل قد بلغ الزبا والأمر عندك بين الكاف والنون، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة القطين، يا من ظهرت بنوره في الغيبة و
الكون ثاني عصيك تستورني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله إلهي بمن أرسلته رحمة لنا ومن هو في العاصين عندك يشفع أجرنا من الكرب العظيم أجرنا من الكرب العظيم فإننا لبابك ربنا
فإننا يا لبابك ربنا جئنا بالذل نضرع. يا نبي سلامي عليك، يا رسول سلامي عليك، يا حبيب سلامي عليك، صلوات الله عليك، يا نبي جدوا إليك، أرتدي من راحتيك، فأغذني يا خير ملجأ بالذي صلى عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، الله 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 يا إلهي يا الله يا منى عبد واجعل التقوى حوله. الله 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 باسمك اللهم صلني منك بالعلم لدني. الله 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 أنت رحمن وإني عبد تستقوا من زلال الرايا، فالميت يغدو بالذكر حيا، وفي سبيل النهى تفاه، فشنقوا باسماعيل وقولوا قولوا الله من أحد إذا ما الذنب
من أحد إذا ما ذنب أغناه بصمت الليل ليحفظني وترى القلب عيناه بصمت الليل يحفظني وترى القلب عيناه وأدعوه فيسمعني وتغرقني عطاياه وأدعوه فيسمعني وتغرقني عطاياه رحيم ليس يتركني إذا ما قلت أواه رحيم ليس يتركني إذا ما قلت أواه رحيم ليس يتركني إذا ما قلت أواه قريب لست أدركه ولا تدرك خفاياه قريب لست أدركه ولا تدرك خفاياه وفي سمعي وفي بصري دليل أنه الله وفي سمعي وفي بصري دليل أنه الله أناجيه على خجل وأرجوه وأخشاه أناجيه على خجل وأرجوه وأخشاه وأدعوه ليرحمني فيدركني برحماه وأدعوه ليرحمني فيدركني برحماه لطيف لا يؤاخذنا وإن نحن عصيناه لطيف لا يؤاخذنا وإن نحن عصيناه رؤوف لا يقطعنا وإن نحن قطعناه رؤوف لا يقطعنا وإن نحن قطعناه هو الله هو الله وما للروح إلا إلا هو أيذكرني وأنساه وليس الحب إلا هو لب الإله ولا تلب بسواه وقصد بطاعته
حشاه من ردها صفرا بلا وطرا حشاه من ردها صفرا بلا وطرا فهو الكريم الذي تخفى بسائله فهو الكريم الذي مخاب سائله يعفو ويصفح عن ذنب الذي سقر يعفو ويصفح عن ذنب الذي سقر يا رب بهم ومآلهم عجر بالنصر وبالفرج يا رب بهم ومآلهم عجر بالنصر وبالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج يا رب بهم وبآلهم عجر بالنصر وبالفرج الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. إياك نعبد والذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وآل بيته الطاهرين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد انتهينا من هذه الجلسة المباركة
وانجلت قلوبنا بذكر الله، وتجلى علينا الرحيم برحمته حين صلينا على حبيبه الكريم، سمعنا هذه الآية الكريمة. يقول مولانا الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مر علينا شهر الربيع، وكلنا نسمع وكلنا نحب هذا الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن الثمرة، ثمرة هذه الموالد وهذه المجالس، ينبغي أن تغير فينا. إذا لم نتغير تتغير عبادتنا، لم تتغير أخلاقنا، لم تتغير معاملتنا. يكون مر علينا هذا الشهر ولم نستفيد. والإنسان خيركم من طال عمره وحسن عمله، هكذا يقول حبيبنا الكريم صلى الله عليه وسلم. نقف على هذه الآية الكريمة، ما ذكر المفسرون حولها. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله. تحب الله؟ روحي فداء الله. لكن هذا حقيقة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله. أعلمنا، خاطب النبي أن يخبرنا. علامة المحبة اتباع سيد المحبين عليه الصلاة والسلام، وليس هو على الطريقة المحمدية. أقول أنا بحب الله وبحب الرسول، لكن ما مشي على منهج الحبيب، ما عم بتبعه، فهذا ادعاء باطل. هذا فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشريعة، شرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأخلاقه وأحواله، كما ثبت في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل يتحط على ميزان، هذا يرضي الله أم لا يرضي الله. إذا كان يرضي الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، إذا ما بيرضي مردود، لم يستفد من عمله شيئا. ولذلك قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أنت بتقول بحب الله، قال ليس رب العالمين عم قل له يحببكم الله، لا، في كرمية زيادة يحصل له فوق ما طلبتم من محبته. أنا بحب الله، وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول. أنا بحب الله، إذا الله حباك ماذا؟ يحبك ويغفر لك ذنبك في ذلك. كما قال بعض العلماء والحكماء: ليس الشأن أن تحب. أنا بحب جيد، لكن الشأن أن تحب. يحبك هو اللي خلقك وصورك، هو يحبك. أيهما أعلى؟ أعلى أن يحبنا مولانا الكريم. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري حول هذه الآية وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية. ابتلاهم، اختبرهم اختبار. تحب الله؟ هذا الميزان. قال: قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم قال: هل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ إذا عندك دين كامل تحب في الله وتبغض في الله. واتباعنا للرسول قال: عند ذلك يحصل لنا هذه ببركة سفارته واتباعه.
نأتي الآن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه العلامة على ذلك. من علامات محبته الاقتداء بسنته والعمل بسنته وسلوك طريقته واهتداء بهديه وسيرته والوقوف على ما حد لنا من شريعته صلى الله عليه وسلم. سيدنا الاتباع يتمنى، قال يا النبي الكريم عن سيدنا موسى يتمنى أن يكون في زمنه ويتبعه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. علينا أن نعرف مقام هذا الحبيب العظيم. وفي آخر الزمان ينزل سيدنا عيسى، كيف حاله؟ يمشي على شريعته ولا بده يتبع النبي الكريم؟ قال يتبع النبي الكريم. قال صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم: آخر الزمان إنه يومئذ منا. ولما ينزل عند صلاة الفجر يكون أقام الصلاة لسيدنا المهدي، عند ذلك يراه سيدنا المهدي يأمره أن يتقدم. قال له: لا، من فضل هذه الأمة أن يقتدي عيسى بن مريم ببعض هذه الأمة. فهذه فضل الاتباع أحبابنا، دائما نحاسب نفسنا هل نحن نتغير؟ صحبة عم تتغير بالصحبة؟ تحسن عبادتك، تحسن أخلاقك، تحسن معاملتك مع الناس. احمد الله وزد، اطلب الزيادة. والآن نسمع هذه الوصية من شيخنا رحمه الله تعالى، ونقرأ الفاتحة لروح سيدنا شعب قادر وسيدنا أحمد. نسمع هذه الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا رحمه الله التقينا معه في المدينة فأخبرني وأثنى على سيدنا الشيخ أحمد، أثنى عليه الثناء الحسن. قال: يا بني أنا أذنت له في الطريق، خادم الطريق، وهو رجل عالم ورع كذا كذا، أثنى عليه الثناء الحسن. ولما التقينا معه قال: اذهبوا إليه تستفيدون منه. ذهب الآن إلى رحمة الله، لكن بقي هذه الوصايا. لما بنسمعها بعد ما تذكر الله فروك، اسمع لك وصية من الوصايا تستفيد، لأنها تفيدك في سيرك وسلوكك في هذا الأمر. نسبتك للإيمان، يقول شيخنا رحمه الله: ولأهل الإيمان شرف عظيم. أنا الحمد لله مؤمن، بعدين عم بصحب أهل الإيمان، أهل الصدق، أهل التقوى، هذا شرف، شرف عظيم لنا. وهذا من أعظم نعم الله علينا، أعظم نعمة بعد الإيمان صحبة الصادقين والأولياء والصالحين. ولكن توج هذا الشرف، تشرفت، أكرمت بهذا التشريف، إيمان وصحبة طيبة باتباعك للنبي، توج بالاتباع، لأن الاتباع برهان صادق على صحة الدعوة. اتباع برهان صادق على أن أكيد أنا متبع النبي الكريم. وبالاتباع يكون التمحيص بين الصادق والكاذب. الصادق يتبع، الكاذب يلتفت، ملتفت لا يصير، يلتفت يمين وشمال،
لكن المستقيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا يلتفت إلا لرضاء الله قصدك من السير. هكذا كان شيخنا السيد الشعب القادر رحمه الله يأتي المريد بالدباعي شو نيتك يا ابني؟ قال له واحد البركة. قال له ما في عندنا بركة وفينا حركة. تحرك حالك جاهد نفسك. قل له بعدين يلقن هذه الكلمة الطيبة. قول يا ابني يا بني يا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. في هذا الطريق غاية منك رضا الله. هذا هو الغاية بالجميع إن شاء الله. وفي الحديث الشريف عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله انتسبت أنا لأهل العلم للمرشدين والطريق وما أشبه ذلك. إذا أبطأ عملك ما عملت لا ينفعك النسبة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا يدل على أن النسب وحده الانتساب إذا ما صار تغيير ما صار مجاهدة ما صغير بأخلاقك هالنسبة هاي ما استفدت منها. هذا يدل على أن النسب وحده لا يكفي. فتح عينيك يا حبيبي. بل لا بد من العمل. فإذا جمعت بين النسب نسبة تسبت والعمل باتباع بالاتباع عند ذي الحزن الخير من جميع أطرافه. نرجو الله تعالى أن ينفعنا بهذه الوصايا الكريمة. والفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك واجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم شافنا وشاف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وفرج الكرب عنا وعن المسلمين يا رب العالمين وعن هؤلاء المظلومين وبقوتك وقدرتك يا أكرم الأكرمين. عليك باليهود ومن ساعدهم يا أكرم الأكرمين. بجاه نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربك رب العزة عما